بس يصير عندي الموز بهذا الشكل كأنه قرب بده يخرب، مثل ما شايفين استوى كتير. مباشرة أنا بقشرهم وبعملهم كوكتيل، حرام ينكبوا. ونفس الشيء الأفوكا، الأفوكا بتعرفوا كمان الأولاد ما بيأكلوا أفوكا إلا إذا دخلنا لهم إياه بالكوكتيل. رح أقشر الموزات وأقشر الأفوكا كمان وأعملهم أطيب كوكتيل، وخاصة بالصيفية بتعرفوا الموز ما بيضاين أبدا بالصيفية، مباشرة بيستوي وببلش يخرب. فدي عونتون رح حطهم بالطنجرة. شايفين أنا شو بكون حاطة بكعب الهاي اللي بيسموها اللي بتحمل الفواكه؟ بكون حاطة كم حبة تفاح. التفاح بخلي الأفوكا يستوي، فهي واحدة من المعلومات إذا أنتوا بتحبوا الأفوكا اللي عندكم يستوي بسرعة ومدى الحجر لأيام طويلة، لأنه بس أشتري أنا بيكون كتير قاسي. بحط معه كم حبة تفاح بيستوي بيوم أو يومين. هلا بعد ما قشرتهم كلهم اكيد ما رح احط سكر، لانه مثل ما شفتوا الموز كتير كان مستوي، فكل ما الموز استوى اكتر بيكون حلو اكتر، ما انه بيعوز للسكر. ولا رح احط عسل وحليب كمان ما ححط، لانه ولادي بيحبوا بس موز وافوكا بدون حليب. بسم شايفين قوامه بيجي تقيل، اطيب كوكتيل ممكن تاكلوه بالحياة. تعالوا فرجيكم القوام اكتر باستخدام المغرفة او الكبجة، هيك بيكون القوام. هلا انتو حطوا المكونات، نسبة الموز بالنسبة لنسبة الافوكا مثل ما انتو بتحبوا، زيدوا قللوا، الشغلة بترجع حسب ذوقكم. تعرفوا شغلة؟ قبل ما عبيهم بالكبايات ضربت عيني هون، قلت هي انا ما كانت البوظه هون حدي، خليني اعمل منها شويه بوظه. فوالله رح اعمل منهم، حاخد شوي واعمل بوظه. جهزت البوزة، والله ما أخذت كتير وقت. هيك مثل العلكة. هيك القوام. خليني أوقفها لأنه ما عم بعرف سيطر. ليكو شايفين حبايب قلبي؟ ليكو القوام رائع، قوامة مثل العلكة، لأنه انخفقت كتير هي وعم بتجمد. ليكو خليني دوق، لأنه ما بقى فيني. ريحتها وشكلها غير شكل. باردة وطيبة، فواكه بطعمة البوظة. الله يبارك الله يبارك. أنا هاي الأنجوصة كتير بحبها. ليه؟ لأنه على صغرة. ليكو قديه صغيرة؟ كتير صغيرة أصلا، طولي تقريبا. ليكو ما شاء الله قديه بتحمل أنجوص. الله يبارك. وأنجوصتها بتحسوها من النوع القاسي، يعني لو استوى بضل هيك كامش حوله، إذا فهمتوا علي. تبارك الرحمن.
شكلها كتير حلو. هاي اللي بياكلوها يا هادي. ما بتتاكل هيدا، بلا لا هيدي بتعالج مرض اللي بيجي على الكبد، شو اسمه؟ يا لطيف، تشمع؟ الصفيرة. 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 فيني ادقرها ولا شوك؟ إذا دقرتيها ما بتشوك، بتفقع. بتفقع، بتنقر. ايه ايه، اعملها اعملها اعملها. يا سبحان الله. طرت لحالها، طلعت طلعت هيك هيك. شفتي كيف نقربها؟ اعملي انت بايديكي. ما بسترجي، انت اعمل. انت اعمل. طلعي طلعي طلعي. تقفي الزعالة. شو اللي طار؟ طلعي شوفي قديش بتطلع منها هون على ايدي، قديش بتطلع. طلعي. سبحانك يا ربي. هذا شو ليه كبيتون؟ طلعي. بدي اشوفهم. ما تكبوني هادي. لك شفتي كيف نقرت؟ طب وين انا بدي اشوفهم؟ بنزل هذا البذور تبعونا. مي كمان؟ ايه ايه، مع مي. فرجيني عصره. لك هادي بس بفقع، ما بفرجيني. هيديك هيديك هيديك. هي هي هي. طلع شوفي هيك. هيدي ليلى بيقصوها من هون. بيجوا على على المنخار بني ادم، بيقولوا يعني. بيعملوها، بيفقعوها بمنخاري. شايف كيف طلعت؟ طرشت بوشي. ايه بطرطش تطلع. ايه انا ليك شو بدي منك يا هيدي؟ بدي اياك تفقعها على ايدك وتفرجيني البزر على ايدك. طيب بدنا وحده هلا تكون مستويه. هلا المية اللي طرش على وشي بيأذي شيء؟ لا لا، بس بمر كثير كثير. وعادي ياكلو؟ عادي يتاكل؟ لا ما بيتاكل. ليكي هي بذره منها. هيدا لحتى اصورها. صلاة. هيدا الماده بيعصروها بالمنخار. ايه. بخلوه يتنشقها الواحد. وبعدين شو بيصير؟ بتلاقي ببلش يطلع يعزل بني ادم يا لطيف. سبحان الله. من منخاره. بيقولوا للصفيره. بصح هيدا دواء الوحيد. سبحان الله. هيدا دواء الوحيد. وبدي من كل حدا عنده معلومات عن هالنبتة يكتب لنا، بنستفاد من بعض. حبيب قلبي فقعت طرطشك. يلا خلاص اتركها. هيدي اسمها الداتورة. داتورة؟ شفتوا اسمها داتورة هون بلبنان. فإذا عندكم معلومات عنها اكتبوا بالكومنتات، بنقعد بنقرا بنستفاد من بعض، منشوف انتو كمان. لانه كتير احيانا لما بصور لكم شي نبتة ولما منكون بالضيعة كمان بصور لكم شي، بتكتبوا لي انتو كمان يا ليلى. مشان هيك مرة حكيت لكم على ورق الزيتون، قلت لكم ورق الزيتون مشان السكري شحم، فكتير كتبتوا لي انتو معلومات عن ورق الزيتون. فبحب نتشارك مع بعض هاي المعلومات مشان اللي بده يستفيد يستفيد. الله يشفي جميع المرضى، امين رب العالمين. نتمشى، نعمل سبور. بين شجر الزيتون المناظر خلابة. تمشي كل يوم نص ساعة، أقل شي نص ساعة. يا الله شو بتغير بالنفسية. ما ضروري الإنسان يمشي بنية أنه بده يضعف ويخفف وزن، هو أكيد حيخفف وزن على المشي، بس هي التمشية بحد ذاتها ترجعوا على البيت هيك اخدين طاقة، خاصة إذا كان في شمس، إذا هيك مشيتوا على التراب. حتى كتير بيقولوا أنه إذا مشينا بدون أحذية أكرمكم الله على التراب تسحب الطاقة السلبية. ف تريح، بتريح الإنسان هيك نفسه بيرتاح. منظر شجر الزيتون هيك، أنا بحب شجر الزيتون سبحان الله. يعني هي من الشجرات اللي بس شوفها هيك بتروحن، بجنن ما شاء الله سبحان الخلاق العظيم. أنا بس أتعب بالمشي مزبوط برجع على ورق. نمشي هيك. بلجيكا. صح، أصلا نحن دولنا أجمل.
لك الشوك يلي بدولنا أجمل عن جد. سبحان الله ريحة الحطب غير ريحة الحشيش والأشجار، بيدخلها ريحة الزعتر. يعني أنا كل ما بمشي هيك بالطبيعة بشم ريحة الزوبع. مش حشيش يا لطيف. منطقة رائعة للمشي، رائعة، والولاد مبسوطين، تحمسوا وطلعوا مشوا. لو مكان يعني ما ضروري يكون هيك، لو على الطريق مشوا على حافة الطريق مشان السيارات، شوفوا كيف بترجعوا هيك نفسيتكم مرتاحة. وصلنا هلا على نزلة قوية، بس ما بعرف ليش هيك الكاميرا ما بتعطي حق المشهد. قدامنا هيدا بعتقد شجر رمان ولا لا؟ لا لا منه شجر رمان، ما بعرف شو اسمه، بس هيدا اللي هون كله شجر زيتون. ليكوا الشوك بزمتكم، شوك بلادنا منه حلو. هلا بيقولوا لي حاج يا ليلى حاج، بلادنا يعني كل بلادنا، كل الدول العربية. ليكوا هالشوك بحياة الله تطلعوا، ليكوا لونه شو حلو، لون الموف. سبحان الله الحمد لله. شو اسمها ليلى هيدي؟ شو هي؟ هاي نفسي برية. فرجيهم في كوكسينيل؟ لا 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 منزوعة، أو بتكون خضر عين بتحمر وبعدين كأنها عرينيس. إيه مثل هيك شكلها بس لها اسم. شو اسمه؟ لك كيف تطلع؟ شفتيها؟ فرجينا، فيني أقطف وحدة؟ إيه شيلها بس من جزء من تحت. بسم الله. شيلها من تحت. ليش من تحت؟ هي دغري بتنشل. إيه. فرجين بشيل هاي؟ إيه شيلها شيلها مع بعضهم. ايه لكن شكون نعمل فيها؟ كأنها مشكوكة هيك ديكور. شوف شكون نعمل فيها نحن. شو؟ شيل وحدة نعم. مثلا هاي. هيك طلعت عم تمزح. ارجع اعمل الثانية. هي انا اضربها بقفا عشان لك. ويني منا مبينة علي. يلا نخبطها هيك. ايه اخبطها. او شو بتستفاد انت هيك؟ مثل كل فرطة فرطة مثل اللي بينفخ علبة البونجيس وبيجي بيحطها بالارض وبو. برافو عليك. ما هي كنا نحطها ونفقعها. والله ما هي. ايه فيها لزة يعني؟ بتطير. ما احلاها. لما كنا صغار كنا نلعب فيها. بدي اياهم يكتبوا لي بالكومنتات شو اسمها لهي النبتة. كنا نتسابق عليها لحتى نقطفها و بس شوفوا ما اجملها. ليكو جذورها ما لها جذور. هلا هو اسمها ما بعرف اسم المحلي هون، هو معيب عيب ما بينهم يعني على والله. ايه بس اذا حدا بيعرف شو اسمها يكتب لنا بالكومنتات. لك هيدي هون في خلد مثل ما طلع بجنينتنا. ليكو بس تلاقوا هيك تراب، يعني في خلد عم يطلع ويرجع يفوت على الارض. فاكتبوا لنا حبايب قلبي هاي النبته الصفراء شو اسمها. ليش الارنب بيفوت على الارض وبيطلع؟ والله يسو مهضومين. الله العليم رسمت اي طفل هاي. ليكو شو حلوين مثل الولاد لما بيرسموا. هي رسمت اولاد هاي. وفي حدا جاي لهون قلبها. انا حدا كذبها هون. انا رسمت اولادي كلهم بجمعون. اي والله صاير عندي اذا بقلكن هيك كلها رسمت كل اولادي كله بخبيهن. الوان لون الحجار، الوان لون الحجار كيف زبطت لون الحجر لفت نظري. ليكو اللون ايه لون الباستيل. لون الباستيل عم يتمقلص. شو يعني لون الباستيل؟ الوان الباستيل شو يعني؟ هيك زرقه بيكون حلو وخضره بيكون حلو بيكون رايق. تنحق يعني بينحب. بتحبوا الوان الباستيل؟ بس لا عن جد ليكو لون الحجر ملفت. تمشي رائعة. لكن احلى حتى الارميل. سيستم اوروبي صح. هذا مش موجود هون من كان. صحيح. لاحظتي ليلى؟
قديه هالمنظر حلو. هذا المنظر السور الحجر وعليه العريشه هيدي هيك. هذا المنظر قديش في ناس بيلمس ذكرياتها وتفصيلاتها كنا نمشي بالبستين والحيطان البستين كلياتها هيك كانت في العنقود العنب الاصفر مثل الشمع اللي عم يلمع تحت الشمس بيكون حجمه صغير صح بس قطر قطر عم يلمع تحت الشمس وحبيته بتكون صغيره وصفر صفر صفر تحت وين كمان تحت شو سنديانه سنديانه شوفي ليلى هذه هذه مين ما بيعرفها مستحيل مستحيل تلاقي زهره منها ما يكون عليها حشرات لا هي هي مستحيل هي حشره لا مش حشره هاي بلا هي لا مش هاي اللي فوق قلبها لا لا كان بس هيك قلبها في نمل مستحيل ما يكون عليها حشرات اي مزبوط لكن في عنكبوت في عنكبوت شفتهم في حشرات ما انزل الله بها من سلطان بس قديه حلوه قديه حلوه هالورده عن جد قديه حلوه هذاك الليله القرص فيها يوصل هيك لهون هيك 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 يعني القرص هيك مثل ميال الشمس يعني نقطفها هيك ونمشي فيها احنا وصغار شوف حالنا فيها جميله جدا كثير حلوه بابا فيني اخذ العصايه هيك هيك ليلى ايه هي زيتها انا حبيت اقطفها خليني اقطفها دغري بتنسحب ايه هي قاسيه اها دغري بتنسحب لفوق الاولاد كانوا حابين هن يجربوا يضربوها خليني اعطيها للاولاد وهن يستمتعوا بهالاحساس بس نمشي بهول الحواير أو الحارات جمع الحارة شو حواير ولا حارات كأنه الحارات اللبنانية القديمة البيت اللبناني القديم هيكو هالبيوت كيف كلها كانت حجر وقناطر ذكريات يعني ما بيلبق لها الشوارع إلا تشتت الدنيا هلأ إذا شتت الدنيا تحت الشمسية الله أحلى تمشية حبيت كصدركن معي بهالمناظر الجميلة هاي صرنا هون بقى وين؟ بلبستين الصبير شجر الصبير في ناس بتقلها صبر ناس بتقلها صبير تين الشوكي تين الشوكي أهلنا بمصر بيقولوا لها تين الشوكي